شيكابالا، شيكابالا يلعب كرة طويلة خطيرة، وهدف ثالث كروفساي. لا حسب الحكم، حسب الحكم، الهدف الثالث أوفساي. تسلل تسلل تسلل، أوفسايد أوفسايد. إيش تعمل يا دفاعي؟ إيش تعمل يا دفاعي؟ فرصة كبيرة وكبيرة جدا. شوفوا اللقطة، شوفوا اللقطة، حكم قرر والقرار جاء. حسام يحب يشوف الريبلاي، وفيها أوفسايد، ما فيش كلام، ما فيش كلام، فيها تسلل، ما فيهاش كلام، فيها تسلل حسام. وممكن حتى اعتبرها لمسة يده وماذا، لا بالراس، بالراس، لكن أوفسايد. تسلل ملا لعب بالنار في الدقيقة 93، تعمل تسلل. لو الحكم حسبها يا أخي عن حسن نية قبل ما نحكي على سوء نية. الحمد لله كرة الاطمئنان مرت من شيكابالا. شوف الكرة فيهاش كلام، فيهاش كلام، والحكم رفعها من الأول قبل ما يضرب. شوف قبل ما يمسها أحمد جعفر. المباراة تستحق الفريقين في الشامبيونز ليج، ولكن إنما القرعة شاءت، إنما اليد البريئة في الاتحاد الأفريقي شاءت. واحد سيعبر واحد سيغادر. الحمد لله الكرة الأخرى من الغسرة، لكن زاد غسرة وفرصة كبيرة، والدفاع يتصدق، والدفاع يتصدق. ما عادش نحكي، ما عادش نحكي، ما عادش نحكي، نعيش واقفين هذه الدقائق. الزمالك يسر كوني ويرجع السويسي ويمشي الاكسيس، والكرة المويبي كنترول تو مطلوب. لا، ضاعت على الاكسيس، ضاعت على المويبي. هذه الكرة الأخيرة، السويسي مش لعب بالنار، سامحوني في العبارة، لعب ما فرق. فرصة كبيرة لنادي الزمالك، جيبوا جمال الشريف، بينما الكرة تمشي طويلة، تمشي طويلة، تمشي بعيدة، والكرة ترجع. حقيقة حرام فريق يخرج في هذه البطولة الآن. ترجع الكرة من فتح الله، محمود فتح الله. أربع دقائق، أربع دقائق، وتتوقف المباراة في لحظات، تتوقف المباراة في لحظات. في كرة لعبت ستعود. مباراة كانت رائعة، إن شاء الله تكمل على خير. ما زالت 120 ثانية، ما زالت 120 ثانية. المباراة الآن في دقائقها الأخيرة، وإن شاء الله بالفعل تكمل على خير، إن شاء الله تكمل على خير. 94 دقيقة. إذا مباراة الزمالك والإفريقي، كل شيء مشى تمام وتعظيم السلام. الآن اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة. على كل حال هو نزول ممكن للجمهور، لكن صراحة واحد ينكر نشوف الصورة ما فماش اعتداءات، يعني جمهور هبط الميدان يحكي، لكن طبعا هو مخالف للقانون. المباراة مازالت دقيقتين، هل ستكتم المباراة في دقيقتين أم لا؟ هذه هي الأجواء في اللحظات الأخيرة من المباراة. هدفين لهدف لنادي الزمالك، سيناريو لا يكفي الفريق القاهري والمخرج. يذكرنا بالأهداف، نعم 1-0 محمود فتح الله. إن شاء الله تهدى الأمور، شعب مثل الشعب المصري يعمل هذه الثورة التاريخية والثورة الواعية جدا. ما شكوش لحظة انه في دقائق ان شاء الله الامور ترجع، وترجع كيما بدات المباراة. لكن حاب نقول كلمة حق، حسب الكاميرا تشوفوا معايا في المباشر، جمهور هبط نعم بأعداد كبيرة، لكن ما فما حتى اعتداء لا على فريق النادي الافريقي ولا على ممكن طاقم التحكيم، نحكي على الاقل على مستوى الاعتداء الجسد. الان الامور اظن تخرج عن اطار السيطرة. ما هي الا مباراة كرة القدم، ما هي الا مباراة كرة قدم. ما عادش نجم نعلق توا، يمشي في داهية الترشح بتاع النادي الافريقي. الان ان شاء الله نطمنوا على صحة اللاعبين وعلى الفريق، لانه حقيقة الان الامور بالفعل فلتت من السيطرة. الا غالب المباراة في اخر لحظات يظهر لي خرجت من اطارها. ان شاء الله ترجع المباراة، يا رب يعني المباراة تقول ان شاء الله تنتهي على خير.
ما غير مشاكل ما غير اصابات، لانه الموقف صار بصراحه خطير جدا. اذا هذا هو استاد القاهره في هذه المباراه، مباراه الزمالك هو النادي الافريقي. ويظهر لي نرجع للاستوديو، نرجع للاستوديو مهيب، اذا فما حاجه ممكن نرجع للقاء، لانه يعني الاجواء كانت جميله والاجواء كانت وديه. لك سور رجع الثاني، الزمالك متقدم بهدفين مقابل هدف الافريقي التونسي. شفنا النهارده الملعب كان جميل، الشرطه لابسه ترنجات، اقبال جماهيري كويس، استقبال حافل للاخوه التوانسه، مباراه شدت الاعصاب في الاخر. ما تنسوش ان بعد هذا اللقاء مباشرة لقاء النادي الاهلي مع السوبر سبورت. يعني الصوت مش واصل دلوقتي؟ طب افنش؟ اعتقد ان برجاوي بيقول لي ان 30 ثانية وفنش. نخش بعد كده على ملعب الاهلي، كابتن خالد توحيد، كابتن طه اسماعيل، كابتن طه بصري، كابتن زكريا ناصر، كابتن احمد شناوي. كل الشكر لمدير الانتاج احمد عباس وهاني يشار، رئيس التحرير عماد يوسف، والمعدين كريم ابو حسين وحازم البرعي، والهندسه عز عثمان وحسام فؤاد، والصوت محمد الجبالي، ومراسلنا في الملعب رامي مشد، ومخرجنا النهارده احمد البرجاوي.